فتح مطعم في مدينة نيس الفرنسية أبوابه للزبائن متحديا قرار إغلاق المطاعم على مستوى البلاد بسبب جائحة كورونا. واقتحمت الشرطة المطعم المزدحم واقتادت صاحبه كريستوف ويلسون إلى قسم الشرطة، لكنها لم تغلق المطعم أو تطرد الزبائن. رفضا للإغلاق يغني هؤلاء، ينشدون حرية من قيود فرضها كورونا. يبدو أن كريستوف أشعل فيهم روح التمرد بعدما قرر أن يفتح مطعمه للعامة رغم الإغلاق العام في فرنسا. يمكنهم أن يعتبروا مطعمي مثل كارفور أو برايمارك أو ربما مترو على الأكثر. هل تتوقع أن تستمر للأيام القادمة؟ لا أعرف، لأنني مضطر للنزول إلى مركز الشرطة الليلة. لا أعرف ما الذي سيحدث، لكن لا يمكنني الاستمرار لأن ذلك قد يسبب مشاكل، وهذا ليس هو الهدف. ما أفعله هو مجرد مبادرة لإعطاء القوة والشجاعة خصوصا لأصحاب المطاعم. كريستوف فتح مطعمه الواقع في مدينة نيس للناس قبل أن تقتحمه الشرطة وتقتاد كريستوف إلى مركز الأمن، لكنها لم تقفل المطعم أو تصرف الزبائن. المطعم منحنا الشعور بأنفسنا وحياتنا السابقة، أشعر بالرضا. كريستوف رجل عظيم فعلا. هل كنت هنا عندما جاءت الشرطة؟ بالتأكيد جاء عدد كبير من الشرطة. مطاعم وحانات فرنسا مغلقة منذ أكتوبر الماضي في ظل تصاعد الاستياء من القيود على الحياة العامة، حيث أظهر استطلاع رأي أن غالبية الفرنسيين يعارضون استمرار إجراءات العزل العام المشددة ومنع الناس من مغادرة بيوتهم.